أكد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية أن الحشود القبلية والتعزيزات التي يجمعها الحوثي لجبهة الساحل الغربي وقود لمعركة خاسرة. وقال في تغريدة له على تويتر إن الحشود القبلية والتعزيزات التي يجمعها الحوثي لجبهة الساحل الغربي عملية قتل جماعي ينفذها الحوثي ضد أبناء اليمن في المناطق التي يسيطر عليها، وأضافهم وقود لمعركة خاسرة. وعبد الملك الحوثي أشبه بحمالة الحطب.